مسلسل جنين الحمد لله دابا كما بدا قبل رمضان ومازال دابا، وهذا النجاح هذا فرحني بزاف، ولكن ما تصدمش بزاف انه ينجح، لان كان الحاجه اللي كتخدم بقواعدها راه كتوصل للجمهور. الحاجه لا فريق الانتاج، شركه الانتاج، لا خالد النقري اللي هو اللي مسؤول عليها، لا ادريس الروخ اللي هو مخرج، الممثلين كاملين، الاسماء هادو اللي كنقول لك دونك ملي كتجمع هاد الاسماء كامله باش يخلقوا شي مشروع يليق بالجمهور، راه عرف انهم كيديروا خدمه اللي تشرفهم هما وتشرف المغاربه في نفس الوقت. دونك انت كممثل كتحط يدك معاهم وانت مرتاح، لان عارف هادو ناس كي انفيسيو في النجاح، ما كيديروش شي حاجه اخرى من غير النجاح. في جنين لا بعيده بزاف صراحه، بعيده بزاف. كاين خالد عنده شوفه ديالو للدنيا، هذه خدمتنا حنا، هي جيونا بزاف الشخصيات ونحاولوا نلعبوهم الى اكثر حد يكونوا واقعيين، ولكن في نفس الوقت يكونوا بعاد علينا. دونك هذا هو التحدي اللي كيكون هذا الممثل.